موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج جديد، سلسله جديده راح تنجح بدعمكم، فلا تقصرون بالدعم. لايك، اشتراك، فعل زر التنبيهات، ولازم تشوفون المقطع كامل. في اشياء لازم تكتبونها في الكومنتات وزي كذا، فتابعوا المقطع كامل وان شاء الله بيعجبكم. واذا ما عجبكم اكتبوا لي تحت انه ناقصه كذا ناقصه كذا عشان نعدل في السلسله لانها جديده. السلسله هي تحديات اليوتيوبر، بسميها بهذا المسمى. بعدين راح نلعب مع كل يوتيوبر اقيام ونحاول نسوي تحديات، راح تتغير كومنتاتكم. اوكي، فاذا عجبتكم التحديات اللي في هذا المقطع اكتبونا تحت في الكومنتات ان عجبتكم. اذا تبون نغير فيها، لا اضف كذا كذا، اكتبونا تحت بعد في الكومنتات. ولا تنسوا كود لايت شو فيصل. واللي يبغى يشتري كريدت موقع روكت ليج اكستشينج ارخص من روكت ليج نفسها، فاذا تدعمني مره مره بشكل ما تصوره. واي شيء راح من الايتم شوب راح تلقاه في روكت ليج اكستشينج. عندنا خمس تحديات. التحدي هو عندنا خمس. المهم عندنا خمس تحديات انا وسوما. اوكي، خمسه خمسه، اللي يسوي ثلاثه منهم اول واحد راح يكون الفائز. يعني مثلا تحدي سيلينج، هدف فيك، هدف دبل تاتش، هدف اير دربل، هدف زي كذا. اول واحد يسوي ثلاثه منهم هو الفائز. طبعا ما راح نخرب على بعض ولا راح نسوي شيء، راح نلعب كاجوال كومب اي شيء ما يفرق. يعني المقطع هذا تصويره يمكن حوالي ثلاث ساعات، لكن طلع لكم شيء مرتب ان شاء الله. يعطيكم العافيه، وشوفوا المقطع كامل واعطوني رايكم فيه وبس. استمتعوا في المقطع. وش قلنا التحدي الاخير؟ دبل تاتش، فيك، سيلينج، تمبرس هيت، ايش بعد؟ اير دربل، سيف. نايس شوت والله، رديك جامد. بس شوف شوف ويني اجين. طلع شوت فيني. ما قلت شتني، قلت شوت فيني. اوكي، ايوه ايوه، شوف طالع معك. ها يلا ما عليك. موجود. رجع عليك. اي. يلا طالع معك، طالع معك، طالع معك. طلع. الصرخة. من السماجة. لا. شو بقين؟ والله بنش رهيب. با. بو. عندك فيك، عندك برضو، لا تنسى الفيك. برو. تعال انت ابغاك سالفه. جوي. تعال لا توني بعطي سالفه. يلا تكفى تكفى تكفى، طالع معك. I got this. لا. والله كويس. شوف اذا جبنا هدف زي كذا بنش ولا حركات يصير هدف مشترك. فهمت؟ نقطة لي لك. والله انك جاي مقلع مره. اول نقطه. اخيرا نقطه. يلا بالضبط. يعني اول نقطه في الجيمين كلها، في خمس ايام كلها. اوكي، شيخ احمد. وش قلت انت، شيخ احمد ولا شيخ عارف؟ شيخ احمد. فيك؟ لا ما تفيق. هلا الوايف داش. ما سويت شيء ترى. لا وايف داش. شايفه. ما ادري، شوف نقص بس. اي نقص، ما يعتبر فيك، لا تحاول. استدور فيك، انا ما يدخل. لك. والله العظيم انه ناول لك والله. طيب انا اعلمك. كم بي اي اوين اب. حسيت. ايوه. شيش. اعطاك مستي. والله بحق. اوكي. سيلينج لوك. سيلينج. اوكي الحين سيلينج. انا على بالي انك نزلت والله. لا. واحد واحد انت اسطورتي. لا.
لا تجيب هدف عادي. اوكي لا تجيب هدف عادي. نقش الله وصلتك. يلا شوت بس من تحت اي تقدر يعني. دام يقطع ام السرعه يا شيخ. ازهلني برو. شوف شلون مسوي الاسيست انا برو. شوف لاحظ وات يويو فور اروح على دربل. طيب ايوه دبل تاتش. سلوم يحاول سلوم يجرب سلوم يردرب. نايس شوت دبل تاتش. فجر كم طيب سلوم يحاول سلوم يجرب. فيك لا نايس نايس شوت. وات سبك والله سيف. وات سيف بقى ها يونس. اوكي ووب وايش مشكلة انك جايب سيلين قبل فاز يجي ادي الا كان هذا بس هذه استحمل حالها يعني اهانه. لا والله قادت ثانيه ادربل. يلا ابدا حقيقه. ابيك تعتر. انا ابيك تعتر. ابيك تعتر. هو بلكه لا يا مالك يقطع ام بالقار. ما تبغى تجي الدبل يا اخي. يلا روح روح سريع. جولك ما يدرون ان يجيب الجول كثير. والله ما يدرون. جرب طلع حسب هدف. دبل تاتش. امشي امشي اما دبل تاتش نحسبها. لا ما احسبها. شايف الطقتين ورا بعض جنب ريسنت. لا اوكي قطع ام البلوك لانها. وات بالله شوف البلوك اصلا من البدايه. شي شي يب انا شايف الغباء قاعد يصير طالع. يا هذا دبل تاتش صدقي. دبل تاتش على الارض. شوف والله دبل تاتش على الارض. شوف يا ساتر تربل بعد. نايس تربل. اه كابتن السابق رقيت على فوق رقيت طقه ثانيه. هذا دربل ولا هني ما مشيت معه. مشي مشي مشي. والنتيجه كم يا سوما علمني؟ 2-2. بيشوت افا لا يا القهر. ما تفيك ما تفيك ما تفيك. لا نشوف. لا والله ما ابغاه كذا يا اخي. امبور طلع لي في المكج بنتد تهاك من الباكج الازرق. طيب وصلنا لنهايه المقطع. ان شاء الله المقطع عجبكم. ما ادري من تشوفون الفايز صراحه بس اللي قاعد اشوفه انه 3-3. فمن تايدون افضل اهداف على الاشياء اللي شفتوها اكتبونها تحت في الكومنتات. من تشوفون الفايز انا ولا سوما؟ اي تغيير عندكم في السلسله تبوني اسويه اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وادري اني ما حطيت الارقام وزي كذا بس يعني حسيت انه اوكي 3-3 لو انه ارقام يعني مختلفه انه انا فايز عليه بزياده وزي كذا كان حطيت الارقام لكم. لكن ما اني حطيت النغمه هذه على كل هدف ينحسب. بكذا تعرفون نتيجة كل الطرفين. يعطيكم العافية واكتبوا لنا زي ما قلت لكم تحت. لا تنسوا كود رايت تشوف بي اس ال وقرأت ليج اكستشينج كريدت عندهم ارخص. بس اشوفكم على خير. سلام.